طيب خلينا ناخد عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء، اسمح لنا يا شريف معانا على التليفون. سيد عبد الاله، طبعا بدايه اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. اهلا بيك استاذي، واهلا بالضيف الكريم، وتحيه لجماهير نادي الاهلي. اهلا بيك. بدايه طبعا لقاء بيجمع بين اشقاء الاهلي والرجاء في سوبر افريقيا، ازاي استعد الرجاء المغربي للمواجهه واهم الاسماء اللي حاضره واهم وابرز الغيابات برضو؟ الحمد لله، لان المقابله هي بين بلدين شقيقين بين مصر والمغرب، ويمثلهم كل من الاهلي المصري نادي بمرجعيه تاريخيه، ونادي الرجاء الرياضي كذلك بمرجعيه تاريخيه، فكاين علاقه حب مودع بين جماهير الرجاء وجماهير الاهلي، واتمنى ان شاء الله بان تكون الروح الرياضيه هي السائده، وتكون ان شاء الله مقابله بين فريقين يمثلان القاره الافريقيه خير تمثيل. استعدادات بالنسبه لنا كنادي الرجاء الرياضي فهي استعدادات عاديه، الحمد لله، مقابله نهائيه ديال كاس سوبر خارج القاره الافريقيه. نادي الرجاء كان اول فريق يفوز بكاس سوبر خارج القاره الافريقيه ضد نادي الترجي بدوله قطر. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باننا نعيد الكره، والحمد لله المعنويات جد جد مرتفعه ديال اللاعبين، وكلنا ثقه باننا سندافع على الحظوظ ديالنا ان شاء الله من اجل اللقب الافريقي باذن الله. هل في صعوبات واجهت الفريق الرجاء قبل، يعني في مرحله الاستعداد لمواجهه النادي الاهلي؟ وصراحه نحن كفارقه، ما نقولوش كعرب، ولكن كفارقه من العيب والعار ان كانت هناك ارتجاليه في تحديد تاريخ السوبر، مسابقه بمرجعيه تاريخيه بقيمه كاس السوبر الافريقي، كان على الاتحاد الافريقي بانه يحدد تاريخ السوبر سلفا، فلا يعقل بانه كل مره السنه الفارطه كاس السوبر يتلعب في شهر ماي. هذه السنه هذه كان التاريخ في الكواليس بين قوسين شهر فبراير، على بعد ثلاثه اسابيع كانت مراسله من الكاف تحدد نادي الرجاء ونادي الاهلي على حد سواء بان السوبر يوم 22 دجنبر، مع الزاميه الرجاء والاهلي باعطاء اللائحه النهائيه يوم 10 دجنبر، والمراسله كانت يوم 7 دجنبر. العالم يعيش حاله استثنائيه، ونتمنى من الله ان يرفع الوباء والبلاء، فكاين تدابير صحيه، كاين تدابير احترازيه، كاين مشكل ديال التاشيره، كانت هناك صعوبات، ولكن بالنسبه لنا الصعوبات اللي هي عاديه وروتينيه بالحالة الاستثنائية اللي كيعيشها العالم. بتكلمني عن ظروف وجود البعثة في قطر، القائمة بتاعت الفريق، هل الفريق بيعاني من أي إصابات أو من أي غيابات؟ وإزاي بتبص للمواجهة اللي هتجمعكم إن شاء الله مع الأهلي بعد بكرة؟ كان نشكر دولة قطر، كنشكروها ونفتخر بقطر كدولة عربية، لأن كاين منشآت رياضية، كاين كأس العرب فيفا اللي داز وعطى واحد السمعه جيده بالنسبه للعرب كبلدان وكشعب انه يستحق تنظيم منافسه من حجم كاس العالم ان شاء الله، ونتمنى انهم يتوفقوا. فكنشكرهم على حسن الضيافه، الاقامه فهي في اجواء جد مريحه، اللاعبين معنوياتهم مرتفعه، الحمد لله جميع اللاعبين جاهزين، ما كاينش هناك ولا غياب، وجميع اللاعبين ان شاء الله غيكونوا تحت امره المدرب اللي غتكون عنده الحريه ديال تحديد التشكيل اللي غيواجه النادي الاهلي المصري في كاس سوبر. ازاي بتشوف الفترة البسيطة اللي تولى فيها مارك فيلموتس المدير الفني الجديد لفريق الرجاء المغربي المسؤولية، وهل شايف انه تأقلم او قدر يسيب بصمة قبل مواجهة كبيرة مع النادي الاهلي المصري بطل دوري الابطال؟ فبطبيعة الحال كان هناك توقف ديال البطولة من يسمح لمارك فيلموتس بانه يهيئ لهذه المباراة ويتعرف على التشكيل ويتعرف على اللعيبة فرد بفرد، فالحمد لله انه توفق في هذه المساله، وبدا كيحط اللمسه ديالو على الهويه ديال نادي الرجاء الرياضي، لان احنا كنادي الرجاء الرياضي عندنا هويه وعندنا طريقه اللي كان صراحه هناك الحاح من مكتب مديري ديال نادي الرجاء الرياضي، فالتعاقد مع مارك فيلموت كان تابعا لمعايير، وهذه المعايير كتماشى مع التشكيل اللي عنده، وكنظن بانه كاين هناك انسجام ما بينه كطاقم تقني وما بين اللاعبين، وبداوا اللاعبين الحمد لله انهم كيتماشاو مع الطريقه ديال ماركزين. في النهايه يعني شرف للكره العربيه بدايه وصول طرفين عربيين لنهائي بطوله السوبر الافريقي، نهائي مصري مغربي يتكرر، السنه اللي فاتت كان الاهلي المصري ونهضه بركان، السنه دي الاهلي ورجاء، فان شاء الله نتمنى لقاء مشرف للكره العربيه. بشكرك شكرا جزيلا عبد الاله ابراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي.